احتفلت الرعية الكلدانية بعمان بختام صوم البعوثة، وذلك بقداس إلهي أقيم في كنيسة قلب يسوع الأقدس للاتين في تلاع العلي. ترأسه الأب زيد حبابة راعي الكنيسة الكلدانية في الأردن بحضور القائم بأعمال السفارة البابوية بعمان المونسنيور ماورو لالي، والأب علاء مشربش راعي الكنيسة، ومشاركة عدد من الشمامسة وجوقة وأبناء الرعية، حيث رفعت فيها الصلوات لأجل عودة السلام للعراق والعالم أجمع، والتمنيات بدوام الأمن والاستقرار للأردن العزيز.